أكيد بننتظرها بطولة كبيرة، قمة في الإثارة والتشويق والمتعة بالنسبة لعشاق كرة القدم. دلوقتي جه ميعادنا مع تكريم لشركاء النجاح وصناع السوبر المصري. اسمحوا لي أرحب على المسرح بالأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة. المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الاستثمار الرياضي وشركة بريزنتيشن سبورتس. الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكورة المصري. والسيد أشرف سلمان، طبعا. واحنا بنتكلم عن شركاء نجاح كثر، تابعنا مجهودهم على مدار 6 نسخ سابقة لإنجاح السوبر المصري وظهوره بشكل مختلف، ودايما التكريم بيكون بمثابة دفعة أكبر لمزيد من العمل والاجتهاد. وبداية التكريمات مع شريك للنجاح، وهو شريك رئيس لإنجاح بطولة كأس السوبر المصري على مدار 6 نسخ السابقة اللي كنا بنتابعهم مع حضراتكم. بنتكلم عن مجلس أبو ظبي الرياضي والمجهود الكبير اللي قدر يكون بيقدمه وبيدعم بيه البطولة على مدار كل 6 نسخ السابقة. فأرجوكم رحبوا معايا لتكريمه الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي الأستاذ عارف العويني، فليتفضل. أكيد شريك في النصر وفي الفخر، شريك مشارك في كل ومعظم البطولات الرياضية. طالما قلنا فوز وقلنا رياضة، بنتكلم عن النادي الأهلي صاحب جائزة الأكثر تتويجا بالسوبر المصري، 13 لقب، وجائزة النادي الأكثر مشاركة في السوبر المصري بيتسلمها الأستاذ العمري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي. عليها النادي الاهلي، احنا في انتظارها جائزه للمشاركه كاكثر نادي شارك في البطوله والاكثر فوزا. فالاستاذ عمرو فاروق هيكون معاه جائزتين حقيقي، تحيه تانيه. اتكلمنا عن النادي الأهلي فطبيعي نتكلم عن القطب الآخر لكرة القدم المصرية، نادي الزمالك. تيشيرت أبيض بخطين حمر قريب على قلوب عشاق كتير جدا زملكاوية، وعلى مستوى كمان الوطن العربي بيشجعوا هذا الفريق العريق جدا. وهو صاحب
المشاركة الأولى في تاريخ السوبر المصري، ده كان في عام 2001، وأكيد هيكون في جائزة تقديرية على هذه المشاركة، هيكون بيتسلمها الدكتور عماد مصطفى البناني والسيد أحمد فؤاد الوطن، فليتفضل.